تم تسجيل 194 من الإصابات الجديدة، من ضمنها 0 مخالطين و194 من الحالات المجتمعية، أي جميعها حالات مجتمعية. كذلك تم تسجيل 284 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما للأسف تم تسجيل 4 وفيات، نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفين. بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الوباء 32,220، بلغ إجمالي حالة الشفاء 28,704، فيما بلغ إجمالي الوفيات 681. تبلغ الحالات النشطة اليوم 2,835، من ضمنها 2,704 بدون أعراض، 76 بأعراض خفيفة، و55 حالات خطيرة.